إذن مشاهدينا الكرام، السيد الوالي ديال جدة البيضاء سطات كعادته دائما ما كاينش شي بلاصه اللي كنا كنقولوا ليها ما يدوز فيها حتى شي مسؤول. ها وصل لها السيد الوالي ديال جهه جدة البيضاء. كاينين شي اماكن كنا كنقولوا وما يوصلوهمش المسؤولين، راويين تشارب جا لهم السيد الوالي و كيتجول فيهم وكيشوف اشنو هما النقاط السوداء اللي كاينه فيهم، شنو خصهم. هو الان في طريق السبيت، من تشارك هو في طريق السبيت طبيعة الحال برعاية المسؤولين ديال السلطة المحلية. كيخدم كلشي تبارك الله عليه، والله الا برافو عليه، رجل ديال التيغان السيد الوالي ديال جهه الدار البيضاء سطات، رجل ديال التيغان ماشي ديال البيروات والبروتوكول عياقه والبخ، لا السيد كينزل برجليه. راه شفنا البارح واقف على الاشغال ديال الفنادق اللي غنستقبلوا بها ان شاء الله السياح الاجانب افق 2030، واقف برجليه تيشوف الرخام تيشوف الجليج كيشوف اي حاجه. تنحييو هذا السيد صراحه، تنحييو على المجهودات الكبيره اللي كيقوم بها. شوفوا يعني دخل واحد النقاط السوداء اللي كنا كنقولوا الناس باغيه، الناس كتقول باغيه كيتجول في الازقه وفي الشوارع ديال منطقه التشارك والهراويين. إذن متابعينا الكرام، دائما من ضواحي مدينة الدار البيضاء هو والي مدينة الدار البيضاء السي ميديا في هذه اللحظات في زيارة لمنطقة التشارك. أكيد متابعينا الكرام وكيف ما كنعرفوا السيد كيخدم، اللهم بارك، الله يسر ليه، الله يعطيه صحته. أكيد متابعينا الكرام بشكل كبير كنشوفوا العمل اللي كيقوم به، يعني جوالات كلشي 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 أمور مضبوطة 5-5. إذن مشاهدينا الكرام شوفوا صراحة هذا الرجل هذا كيفاش كيخدم، الطريقة باش كيخدم، طريقة ديال الطريقة ديال المسؤولين اللي صراحة كانت محتاجاهم مدينة الدار البيضاء منذ مدة. فتحية صراحة ديال التقدير واحترام لهذا السيد هذا وعلى الخدمة اللي كيقوم بها. نعم اه صافي شوف اسود المناطق منطقة التشارك جاي واقف على برجلي وعلى كراجلي.
فهمتش واش انا هكا. سلام خويا بخير. إذن مشاهدينا الكرام، السيد والي جهة الدار البيضاء ستات يتجول بمنطقة التشارك كعادته دائما كيوقف على المشاريع وخصوصا في النقاط السوداء اللي كنا كنقولوا ما غيوصل ليها حتى شي واحد وحتى شي مسؤول، واللي الساكنه ديال هاد المناطق كانت كتقول دائما بغينا شي مسؤول يجي عندنا، بغينا شي مسؤول يسمع لينا، بغينا شي مسؤول يجي يشوف هاد الكوارث اللي كاينه في هاد المناطق في هاد النقاط السوداء. الحمد لله اليوم كاين واحد صراحه رجل حديدي اللي تنهنئوا ساكنه مدينه الدار البيضاء والجهه كلها ديال الدار البيضاء وسطات بهاد الرجل على الخدمه وعلى المجهودات اللي كيقوم بها. يعني السيد وصل لواحد البلايص اللي ما كان كيوصل لهم حتى شي واحد، ما تيجيوش ليهم مسؤولين. كنا كنعياو اننا نقولوا راه هاد الناس خص يجي عندهم مسؤول، هاد الناس بغاو يشوفوا شي واحد مسؤول هذا، ولكن الحمد لله اليوم السيد الوالي راه داير الخدمه ديالو كما ينبغي.